طيب إذا تكلمنا دكتور عن العلاج، بما أنه إحنا بنتكلم عن مرحلة عمرية، طبعاً الله يخليهم لنا أبائنا وأمهاتنا في هذا العمر، كيف ممكن نعالج الاكتئاب عنده؟ طيب شوف، أول حاجة لازم نعرف إيش المسببات بشكل عام. أول حاجة تراكم الأمراض المزمنة على كبير السن تؤدي إلى الاكتئاب. الشيء الثاني لازم كمان إحنا نحط في عين الاعتبار أنه كبار السن قد يخسروا أقرب الناس لهم، قد يخسروا أبنائهم، أقرانهم. صحيح. هذا الموضوع يعني لا يمكن أن يمر مرور الكرام، حتى وإن كان كبير السن شخصيته قوية وكذا، بس ولكن خسارة أقرانه تؤدي بشكل كبير أنه يتأثر. نعم. الشيء اللي بعد كذا كذلك أنه أخذوا للأدوية الأخرى، كثرة الأدوية اللي عليه قد تصيبه كذلك باكتئاب. إعطاء دواء للاكتئاب أعتقد وأنه أمر مهم جدا، لأنه مشكلة الاكتئاب مشكلة مو بس أنها تؤثر على المريض كوحده، يعني تؤثر على العائلة، تؤثر على المجتمع، كذلك تؤثر على صحته، تؤثر على وظائفه الذهنية. من أحد الأسباب أو الأسباب الرئيسية من أحد الأسباب الرئيسية للخرف وقصور في الوظائف الذهنية الاكتئاب، لأن يعني المكتئب قد يجيله أرق، ما ينام ساعات كافية، يصحى ويكون في مزاج المزاج حقه يكون متعكر مثلا، أو كذلك مشكلة عنده في التشتت الذهني، مشكلة في الذاكرة المؤقتة. وأغلبهم يجون على العيادة بهذا السبب، يجون بسبب أنه ذاكرته شوية ضعيفة، صار ينسى كثير. بس هذا هو الأسباب اللي يخليهم يجوا العيادة. بعد كذا اكتشف أنه لا، أنا عالج الاكتئاب أولا. يعني اكتشفوا أنه هذا سبب الاكتئاب، وبالتالي تبدأ معاهم علاج الاكتئاب.